انت ممكن تستمتع من غير ما تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بفريق جاج، ونحن في جاج ماجازين تيم، وطبعا نرحب بالفريق وهم اثنين وأنا الثالث. والآن كما تعودنا يعني كل يوم، بس انتوا عشان تشوفوا ان نحن بنجتمع وبنتعب كله عشان ان شاء الله تنزل او نطرح المجلة اللي هي قاموس ومجلة جاك بين العيدين 1443 هجرية. فاليوم اللي هي آخر 10 دقائق في تاريخ اليوم 5/25، نبقى نطرح سؤال على كل واحد، وحنبدأ ب مستر شين. كيف تخيلك يا مستر شين على المجلة، عن المجلة اللي هي ورقية مكتوبة يعني، وأيضا في منها نسخ PDF، فكيف تخيلك عنها يعني بالنسبة لل كتخيل؟ طبعا أنت حتكون أحد الناس اللي يكتبوا فيها، يعني معروف إنه كلنا حنكتب فيها مع اعتبار انك انت ايضا مهندس. احنا ما بنسال عن الكتابه، يعني في اللي بيكتبوا، واسرع لك يعني الموضوع. طبعا سمارت عندنا سما وعندنا ارت، ف اللغه اللي هي سما هي بيت القصيد عندنا الساينس والمات، فهذه هي اللغه الجديده الساينس والمات. وأما الآرت اللي هو الجانب الثاني المسار الثاني، فهذا يعتبر للكبار في السن، يعني عندنا شقين اللي هم الجدود اللي هم فوق 60 سنة، اللي هي لغة الآرت اللي هي الآرت وريدينج وتكنولوجي أو قراءة التقنية، لكن للصغار فكأنه في قسمين. فكيف تخيلك على المجلة نفسها في يعني تقريبا شكل المجلة ومحتواها؟ وطبعا هي حتكون المسمى حقها جاك ماجازين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تخيلي هيبقى فيه غلاف للمجلة، وده هيكون الوجه اللي أول شيء يطالعه القارئ، وفي غلاف في الظهر، وفي بينهم صفحات اللي هي هتحتوي على المقالات اللي هتكتب داخل المجلة. ورؤيتي إنها تكون مقسمة لأبواب، زي الساينس باب والماس باب، والآرت هيبقى باب، او اللي هو الارت والريدنج تكنولوجي هيبقى مقسم لثلاث ابواب. ده تخيلي ليها. واضح كده ولا مش يعني واضح؟ واضح تخيل. طيب نبغى نسأل مستر واو، لكن نبغى السؤال يكون من عندك انت، يعني مستر شين يسأل مستر واو تمام. سؤال يشبه هذا السؤال، يعني قصدي اديناك فرصة اتكلم، مو لازم نفس السؤال، اسأل اي سؤال. في تخيلك يا مستر واو للمجلة جاج ماجازين، لا كده نفس السؤال،
قلت لك مو نفس السؤال، مو نفس السؤال. أسأله أي سؤال فري، أي سؤال فري؟ أنت فري تسأل أي سؤال وهو يرد زي ما أنا طيب، سألتك السؤال. يعني رأيك إيه يا أستاذ وائل في الحرب الأوكرانية الروسية؟ هل هي حرب متفق عليها أم حرب وليدة الصدفة؟ أنا في رأيي أنا شايف إن حرب روسيا أوكرانيا هي حرب مثلها مثل حرب كورونا، المقصود بيها تحول اقتصادي عالمي له تأثير على كل دول العالم، اللي بيتحكم فيها اقتصاد عالمي دول عظمى، وأنا شايف إن هي متفق عليها. متفق عليها ضد من؟ يعني ضد من الاقتصاد، أطراف الاقتصاد اتفقوا؟ تحول اقتصادي، تحول اقتصادي عالمي. لا قصدي ضد أمريكا، ضد أمريكا. أنا ليا رأي يعني تاني. أمريكا ما اتفقت؟ أنا شايف إن لا أنا أمريكا بس بدي أفهم الجواب، ما مو رأيي، بدي أفهم جوابه. تقول أنت متفق عليها، المتفق برضك انت في السؤال ايش تقصد بمتفق عليه؟ متفق عليه بين الطرفين، لانه عندك اوكرانيا لا مش بين الطرفين طبعا، مستحيل. الحرب، لا مش الحرب بين اسمع الطرفين. لحظه انا فهمت، معليش انا هذا اعتقد اه انك انت خرجت عن نطاق السؤال. السؤال قال لك حرب اوكرانيا روسي اللي هي طرفين، تمام. هل اه هي ايش رايك فيها وهل هي متفق عليها بين الطرفين؟ اعتقد ولا كيف؟ لا لا مش مقصود بين الطرفين، لا اسال مهندس متفق شريف. عليها لا عالميا. اللي يعرف، لا صح اللي بطل يعرف شريف، صاحب السؤال. باشمهندس شريف اتفضل. انا اقصد متفق عليها دي، مش متفق عليها بين الطرفين، لان مفيش طرفين ايوه هيتحاربوا مع بعض هيكونوا متفقين ان هم يتحاربوا مع بعض. انا كان هدفي من السؤال، اذا هناك خطأ في السؤال وخطأ في الإجابة. لا مش خطأ وانا في السؤال. لحظة خطأ في السؤال، لانه السؤال العام وخطأ في الإجابة. يعني لو انا اللي سئلت السؤال وانا جاوبت حجاوب اقول طب لك اسال انا انت السؤال وانا جوابي اجاوب. متفق عليه كده. لا قصدي خلينا في نفس السؤال مش عشان اسال ثاني. يعني متفق عليه لما انا اسال سؤال، عشان كده انا افضل انه نرجع للطريقه اللي انا قلتها، وهذه ان شاء الله نسويها مثلا بكره إن شاء لما الله. تيجي تسأل سؤال، لأنه أنت الإجابة هي محتوى. يعني أنا بعرف رأيك في الحرب بصفتك مثلا إن عندك رأي ومطلع وعندك خبرة وعمرك وكذا حاجات معينة، فأنا عايز منك الكونتنت، وفي نفس الوقت أنا عندي شيء مهم بعرفه اللي هو مثلا متفق عليه مثلا، فأقول لك بدل ما أقول هل متفق عليها، هل مثلا أنا لو نبي نسأل السؤال نفسه بس مش حنسأله تاني، نجي نقول هل أمريكا مثلا وروسيا مثلا متفقين على هذه الحد؟ فالجواب يكون إيش؟ لا انا رايي لا، انا رايي اه. لحظة شفت شفت، يعني كأني قريت أفكار، أنا قريت أفكار يعني. فهو يبغى إيش؟ استني، يبغى نعم. هو فإذا يبغى أنت نعم قلت لا فعلا. هو قال لك غير رأيك، وديني رأيك في الحرب يعني إذا كانت لا أو نعم، فكده أنا نعم آخذ اللي عندك كله. إنه المفروض اللي يسأل مش عشان يكون عنده فكرة مسبقة، لا يكون فعلا يسأل هل، لأنه ممكن أنت لما تقول لا تنبهه وتسوي إضاءة على نقطة ما كانت في بالنا. واضح؟
أما إنك بعد ما تقول لا أقول لك ليش لا، وهذا هذا غلط. لا طيب أكتب زي، فاكر لما كنا في المكتب أقول لك طيب شايف أديني أكتب، أديني أكتب بين لي شايف، زيبوا دليل طيب زيبوا دليل، فاكر؟ فاكر. هيقول القصة حقت زيبوا دليل زار راس دلال. ها زار راس دلال مش حضراني والله. دي واحدة في واحد في الحرم شيخ يقرأ على الأطفال الصغار وكذا، فجابوا له واحدة صغيرة كده مريضة أساس يقرأ عليها، فعمرها تقريبا شهور جوه الحرم؟ هي مولودة جوه الحرم يقرأ عليها يعني مريضة فعمرها شهور يرقيها يعني. يرقيها سوزان يرقيها أيوة يقرأ عليها. فقال لهم شاف البنت كده قال لهم هذا زعل راس الله يعني هم اخوين جايبين بنت اختي قال لهم زعل راس الله قالوا له الشهر لا ما غلق الشهر يحسب الشهر غلق قال له ما غلق مو شعر مو زعر 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 قال لهم كذا طبعا مسك شعره قال لهم شعر راس علق طبعا عشان انا ماني في الفيديو فقالوا له ها شعر راس لا لا نحن ما حلقنا فهمه ما حلقنا لا نحن ليش ما يهلك صار راس لازم صار راس هذا كلام الكفر كلام الجاهليه قالوا احنا ما نحلق له الا بعد سنه اوف قال لهم زنا ها زيبوا دليل هذه جات زيبوا دليل زيبوا دليل هذا كلام الكفر كلام الجاهليه لازم بعد اسبوع بس كده نختتم اوكي في حاجه تضيفوها تسلم لا كفيت ووفيت المهمه حقت النوت هذه تشوفوا الفيديو وش اسمه وتحاول تسألني بالواتساب ولا شيء كيف أدخل على النوت والباسورد والأشياء دي وتعلم نفسك إن شاء الله وبكرة نشوف الشاطر ترى هذا مر تعرف إنه هذا الموضوع ده يسوى $1,000 لو تعلمته من جد لذلك أساس نحتاج وهذا جدا 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 جيد انك انت تستخدم معايا تكتب شايف شوف سوي زي ما انا سويت تكتب وكذا وفي نفس الوقت في احد يقول الكلام اللي كتبته بالصوت تمام. تبغى واحدة هذا شايف يعيد الكلام يعني كتبت انت كلام يقولوا الكلام تمام وتصور في فيديو هذا حاجة حلوة يصير المجلة الناطقة بعدين يصير ما نحتاج أحد واضح؟ إن شاء الله إن شاء الله شكرا تفضل سلام السلام عليكم سلام شكرا.